الرز اللي نقعتها بحطه بالماي الساخن. استوى عندي الرز، طفيت النار. الحين بنتقل الى الطاولة اللي عندي. عندي نشا، اوكي، بضيف عليه الحليب. بسم الله. بضيف السكر عليه وبحركه لين يذوب النشا. هنا نضيف الحليب عليه والنشا اللي سويناه والحركه. بعد التحريك المستمر شوفوا صار قوامه حلو. الحين بضيف عليه علبة الجيمر القشطة. بسم الله. حط عليه وحرك. حطيت ماي ورد وماي زهر وفانيلا، حركته. يا سلام، خلص جاهز الحين. شوف كيف، وما ياخذ وقت ولذيذ. مو كتب عليك يا حبيب الله محمد، متو اللي عندنا. بسم الله. يا سلام على هالجو، ساخن تاكلونه بعد حلو. متو يشم ريحة أكل. عشان زينت بالفستق، حطيت عليه الفستق، حطيت عليه الورد اللي مجفف. يا سلام.